هوم وورك كانوا المفروض هتسلم تقريبا يوم 23، كل واحد سلم على الكلاس روم يعني المفروض كل الديدلاينز والكلام ده كله يبقى مكتوب، فالناس تتابع يعني على الكلاس روم. بس لو برضه المحاضره او المحاضره نازله عليها فالناس مش عايزه تبص عليها قبل المحاضره يعني. هتدرس على حاجة قبل ما نبتدي؟ هتدرس على حاجة قبل ما نبتدي؟ مبدئيا بس أنا ما بحبش الصوت يعني ما بحبش حد يرن تمام؟ لو حد هيتكلم يطلع بره كده كده مفيش غياب ولا أي حاجة، فلو حد يعني مش مهتم للكلام يطلع بره ماشي؟ طب انا بقول ايه يعني؟ بقول لو حد مش يعني هيتكلم يطلع بره تمام؟ ما بحبش الصوت عشان اعرف اركز اكتر. حد يعرف ايه يعني ايه الراندوم اكسبيرمنت؟ حد بيقول حاجه ولا مش سامع؟ حد يعرف ولا ايه طيب؟ ماشي معناها ايه؟ ترجمها لي بالعربي. ما حدش يضحك، ايه اللي مضحك في الموضوع يعني؟ هجرب حاجه مش هتطلع كده تمام. يعني المفروض اي تجربه ببقى عارف كل البوسبل اوت كامز ليها، يعني ببقى عارف كل يعني كل الحاجات اللي هي ممكن تطلع من التجربه دي. زي ايه مثلا؟ من اشهر الحاجات اللي هي فليب الكوين صح، اللي هي بتاعت الملك والكتابه. فانا لما يعني ارمي الكوين او كده يطلع لي حاجه من الاثنين، البوسبل اوت كامز اللي عندنا هيبقى الهيد او تيل او اللي هو الملك او الكتابه يعني صح. فعارف كل، طالما عارف كل البوسبل اوت كامز ليها فدي معناها راندوم اكسبيرمنت. او زي ايه برضه اللي هي ترمي الزهره او كده ترول دايس يعني تمام. فبرضه هبقى عارف كل الاوت كامز ليها، هتبقى مثلا من 1 ل 6، لما ارمي ظهر هيطلع لي مثلا 1 أو 2 او لحد 6 يعني ماشي. فده معنى ايه؟ ده معنى راندوم اكسبيرمنت. عندنا في حاجه برضه اسمها ايه؟ السامبل سبيس. والست، الست يعني ايه؟ الست يعني اللي هي مجموعه تمام؟ في عندنا حاجه اسمها اليونيفرسال ست، في حاجه اسمها ايه؟ النول ست او الفاي ست او الامبتي ست. يبقى اليونيفرسال ست ديت، اليونيفرسال سيت دي اللي هي بتكونتين كل الاليمنتس اللي عندنا في الدومين دي تمام. دي اللي بنسميها ايه؟ اليونيفرسال سيت. الرمز بتاعها يعني اس. النول سيت اللي هي الرمز بتاعها بيكون فاي. قلنا اليونيفرسال سيت دي اللي بتكونتين كل الاليمنتس في الدومين دي ماشي. النول سيت ده بتكونتين يعني سيت فاضي يعني تمام. فعندنا بقى في اوبريشنز بتتعمل على السيتس دي اللي هي الانترسكشن صح، في حاجه اسمها اليونيون، في حاجه اسمها ايه؟ الكومبلمنت صح. الناس عارفه ايه الحاجات دي ولا ايه؟ ماشي. الانترسكشن ده الانترسكشن بيكون الرمز بتاعه اللي هو كده يو مقلوبه ماشي، واللينيون الرمز بتاعه يو كده عاديه تمام، والكومبلمنت اللي هو بيبقى العكس. هنشوف يعني الانترسكشن معناها ايه. اول حاجه ما عندناش حاجه برضه اسمها ايفنت. يعني ايه الايفنت؟ ان احنا قلنا لو عملنا راندوم اكسبيرمنت تمام، مثلا نورا منها زهره او كده اللي هو الدايس يعني ماشي. فالايفنت ان انا ايه؟ بيكون حاجه اسمها سبسيت من ايه؟ من السامبل سبيس. فلازم نعرف الاول يعني ايه السامبل سبيس. السامبل سبيس دي كل البوسيبل اوت كومز للراندوم اكسبيرمنت. يعني لو جينا دلوقتي قلنا لو رمينا الزهر فهيبقى ايه السامبل سبيس اللي هتبقى عندنا؟ 1 ل 6 صح؟ فلو قلنا مثلا هنا السامبل سبيس بتاعتنا تمام، بيبقى رمز بتاعها كده بيبقى زي اوميجا ماشي؟ بتبقى عباره عن ايه؟ 1 2 لحد 6. الايفنت بقى بيبقى عباره عن ايه؟ سبسيت من السامبل سبيس. سبسيت يعني جزء من السامبل سبيس. يعني دي كده بنسميها ست. ست فيها 6 ارقام اهي. ست لها مجموعه يعني. ماشي؟ فيها 6 نمبرز يعني. الايفنت بقى سبسيت من ايه؟ من الست دي. سبسيت يعني جزء منها. يعني زي ايه مثلا؟ لما اجي لو رميت دايس ممكن من ضمن الايفنتس ايه؟ ان انا اقول دلوقتي عايز اشوف البروبابيلتي مثلا يطلع لي رقم 1 كام؟ فالايفنت اللي هو ايه؟ يطلع لي رقم 1.
رقم واحد دوت سب سيت من ايه من السامبل سبيس ده. ايفنت تاني مثلا ايه اقول ان انا رميت دايس برضو وعلى الايفنت عندي ان هو يطلع لي ايفن نمبر. ايفن نمبر اللي هو رقم زوج يعني. فعبارة عن ايه برضو سب سيت. ليه بقى سب سيت من الست ديت؟ عشان الايفن نمبر يبقى اللي هو عبارة عن ايه 2 او 4 او 6 واود نمبر برضو نفس الكلام. او مثلا برضو ايفنت تاني اقول ايه ان انا رميت دايس واشوف الايفنت اللي عندي ما يطلع لي رقم اكبر مثلا من 3 اللي هو هتبقى عبارة عن سب سيت برضو من ايه من السامبل سبيس ده. ماشي فكرة. قلنا الايفنت عباره عن ايه؟ سبسيت من السامبل سبيس. السبسيت اللي هو الرمز بتاعها بيبقى كده. ده الرمز بتاع السبسيت زي السي يعني بس كانها يو بقى معكوسه او مايله شويه. تمام؟ نيجي بقى نشوف بالنسبه للانترسكشن اليونين والكومبلمنت. ده بيبقى حاجه على الايفنتس. يعني مثلا دلوقتي لو انا عندي ايفنت مثلا ان انا ايه الايفنت بيطلع ايه ايفن نمبر. ماشي. فلو جينا قلنا الكومبلمنت للايفنت دوت عباره عن ايه؟ كومبلمنت معناه اللي هو ايه معاكس ليه يعني. فالكومبلمنت للايفن نمبر نطلع لي اود نمبر صح؟ ما عنديش اوبشن ثاني. لو رميت دايس هطلع لي يا اما ايفن نمبر يا اما اود نمبر. فانا الايفنت لو كان عندي ان هو يطلع لي ايفن نمبر فايه الكومبلمنت ليه ان هو هيبقى عندي عباره عن ايه اود نمبر. ده معنى الكومبلمنت. ماشي. نيجي نشوف بقى بالنسبه للانترسكشن واليونيون. الانترسكشن ايه؟ ان انا دلوقتي اول حاجه هعمل اثنين راندوم اكسبيرمنت. اول حاجه هرمي الدايس او هرول دايس يعني. وتاني حاجه ان انا ايه اللي هي بتاعه الملك والكتابه صح؟ هتوصل الكوين او كده يعني. ماشي. فقلنا لو في الكوين فليب الكوين السامبل سبيس هتبقى عباره عندنا عن ايه؟ واحد ايه؟ كوين اه هيد او تيل يعني. الهيد او تيل او اللي هو ملك الكتابه يعني. ماشي. السامبل سبيس هنا عباره عن ايه؟ هيد وتيل. دي كل الاوتكمز ممكن تبقى طالعه عندنا من اول الاكسبيرمنت يعني. تاني حاجه اللي هي رول دايس. السامبل سبيس بتاعتنا انا لما ارمي دايس هيطلع لي حاجه من السته دلوقتي الواحد من سته صح؟ فلو جينا قلنا دلوقتي الايفنت الاولاني ايفنت ايه مثلا؟ ان هو يطلع لي هيد. ماشي؟ ايفنت بي مثلا يطلع لي رقم اربعه. فعندي دلوقتي عملنا اثنين راندوم اكسبيرمنت. الاولانيه رميت كوين وثاني واحده رميت دايس. ماشي؟ فقلنا الايفنت الاولاني ان يطلع لي هيد والايفنت الثاني ان هو يطلع رقم اربعه من الرول يعني الدايس. ماشي؟ فلو جينا قلنا الايفنت الاولاني اللي هو الايه دوت لو عملت له انترسكشن او تقاطع انترسكشن على تقاطع مع الايفنت الثاني هل في اي انترسكشن ما بينهم؟ يعني هل مثلا الاكسبيرمنت الاولانيه دي هتاثر على الاكسبيرمنت الثانيه باي شكل من الاشكال؟ صح مفيش تقاطع ما بينهم. فلو جينا قلنا كده الايفنت كانه ايفنت ايه اهو انترسكشن مع ايفنت بي ده بيساوي ايه بقى؟ هيساوي قلنا نل اللي هي الفاي اللي احنا قلنا عليها اللي هي الايه؟ هي الامبتي ست. نل ست او اللي هي الامبتي ست يعني مفيش اي انترسكشن ما بين الاثنين. ماشي؟ ودايما اللي هو الانترسكشن يعني بنعبر عنه اللي هو كانه اند يعني. واليونيون بيبقى عباره عن اور. تمام. في عندنا حاجه بقى اسمها ايه بالنسبه للايفنتس؟ في حاجه اسمها ميوتشوال اكسكلوسيف ايفنتس او لو ديسجوينت ايفنتس. في حاجه اسمها ايه اندبندنت ايفنتس. ايه بقى الكلام ده؟ خلاص نمسح الجزء ده. نمسح الجزء ده ولا حتى عايزه؟ خلاص بقى خلاص نستهدف معنى الديس جوينت ايفنتس او اللي هو بنسميها ايه ميوتشالي ميوتشالي اكسكلوسيف ايفنتس. تمام. معناها ايه؟ ان هو لو الايفنت الاولاني والايفنت الثاني مفيش اي انترسكشن ما بينهم يعني اللي هو حدوث الايفنت الاولاني مش بيأثر على حدوث الايفنت الثاني باي شكل زي اللي احنا لسه قايلينه ده. انا لو رميت كوين مثلا فالايفنت الاولاني اللي هو يطلع لي هيد الايفنت الثاني مثلا هيطلع لي رقم من 3 او 4 اي حاجه
فالايفنت الاولاني ملوش اي علاقه بالايفنت الثاني، يعني حدوث الايفنت الاولاني مش هياثر على حدوث الايفنت الثاني باي شكل. فده معناه ايه؟ ان هو الديس جوينت ايفنتس او الميوتشال اكسكلوسيف ايفنتس الانترسكشن ما بينهم بيبقى ايه؟ عباره عن نال سيت او لير فاضي. تمام. عايزين نشوف بقى ايه الاوفرلابنج ما بين الايفنتس، يعني هنشوف ازاي لو الاثنين الايفنتس ممكن يكون في اوفرلابنج ما بينهم او يعني تشارك ما بين الاثنين يعني. تمام. طب انا قلنا مثلا الايفنت الاولاني هو طالع رقم 4. تمام. ده بس لو رميت دايس، يعني ده في ايه؟ لا لو عملت كل الدايس خلاص. والايفنت الثاني هو يطلع ايه؟ ايفن ايفن نمبر. هل الاثنين ايفنتس دولت متشاركين في حاجه ولا لا؟ ايه؟ ايه؟ اه يعني دلوقتي انا عندي الايفنت الاولاني ان هو يطلع لي رقم 4 صح؟ والايفنت الثاني ايه؟ يطلع لي ايفن نمبر، فانا الايفن نمبرز اللي عندي عباره عن 2 و4 و6 صح؟ فاللي هو رقم 4 ده مشترك ما بين الاثنين ايفنت، فبقدر اعبر عنه بحاجه اسمها اللي هو الفين دايجرام، اكيد عارفين اللي هو بيبقى دواير ده. لو جينا مثلا ايه؟ قلنا ده اللي هو الايفنت 1 هخليه اسميه ايه مثلا؟ هخليه اسميه ده ايفنت ايه؟ وايه؟ ده ايفنت بي. ايفنت ايه ان هو يطلع لي ايه؟ رقم 4 صح؟ الايفنت بي ان هو يطلع لي ايفن نمبر، الايفن نمبرز دي عباره عن 2 و4 و6 والاربعه برضه في الايفنت بي، بس الاربعه مشتركه ما بين ايه؟ الاثنين ايفنتس. فهنلاقي كده ان الاثنين ايفنتس دولت مشتركين في ايه؟ في الاربعه، فبنقول ان التو ايفنتس دولت يعني ديبندنت، يعني معتمدين على بعض. مش ديس جوينت يعني او مش ميوتشال اكسكلوسيف. ده الفرق ما بين الاثنين. لو جينا بصينا بقى على بالنسبه للديس جوينت مثلا ايفنت ايه مثلا يطلع رقم 1، ايفنت بي يطلع لي ايفن نمبر. فهنلاقي ان التو ايفنتس دولت ايه؟ مش مشتركين في حاجه. يعني لو جينا الايفنت ايه وبصينا كده رقم 1 اهو، ايفنت بي ايفن نمبر 2 و4 و6، فالواحد مش مشترك مع الارقام ديت، فكده ايه؟ هنقول الاثنين دولت ديس جوينت ايفنتس، بنسميهم ديس جوينت او ايه؟ اندبندنت او ميتشال اكسكلوسيف. دلوقتي انا اي ايفنت خلاص الناس اللي بترغي طبعا. اي ايفنت لو عايز احسب له البروبابيلتي بتاعته بحسبها ازاي؟ بالظبط اهو، بشوف عدد الاليمنتس اللي في السامبل سبيس كام. تمام. يعني مثلا في الرول الدايس عدد الاليمنتس اللي في السامبل سبيس كام؟ 6. واشوف الايفنت دوت عباره عن كام رقم او السب سيت بتاعت الايفنت عباره فيها كام رقم من الايه؟ من السامبل سبيس، واقسمهم على بعض. يعني ايه؟ انا مثلا عندي الايفنت ايه مثلا؟ عايز احسب البروبابيلتي بتاعت الايفنت ايه؟ ده عباره عن ايه؟ الان سمول على الان كابيتال. ايه بقى الان كابيتال ده؟ النمبر. النمبر في الايفنتس فين؟ السامبل سبيس صح؟ والان سمول ديت النمبر في الاليمنتس بتاعت مين؟ السب سيت بتاعت ايه؟ الايفنت ايه. ماشي؟ هناخد مثال مثلا دلوقتي لو جينا ايه؟ بالنسبه للرول دايس قلنا probability ان يطلع لي ايه؟ ان الاكس ايكوال كام؟ 4. الاكس ديت هو يعني ان الرقم يطلع لي رقم 4 في رول دايس تبقى عباره عن كام؟ 1 over 6 صح؟ صح ولا ايه؟ عشان الرقم 4 دوت رقم واحد من اصل السب سيت اللي هي قصدي من اصل السامبل سبيس اللي هو عدد الاليمنتس فيها كام؟ 6. بقينا مثلا ايه probability يطلع لي ايفن نمبر كام؟ واحد كام؟ ثلاثة على ستة اللي هو كام؟ نص. اود نمبر نفس الكلام صح؟ فده بنسميه اللي هو الكلاسيكال يعني probability concept، اللي هو الكونسبت الاساسي ان انا عشان اشوف عايز احسب probability بتاعت اي ايفنت. زي ما قلنا بشوف الايفنت دوت عدد الاليمنتس بتاعته كام من اصل السامبل سبيس وبقسمها على رقم الاليمنتس في السامبل سبيس. نشوف كده مثال خمسة.
خلاص الناس تهدى بقى. دلوقتي لو رميت اتنين دايس او يعني رميت ظهرتين تمام، فعدد البوسيبل اوت كامز اللي عندنا هتبقى كام، او عدد الالمنتس في السامبل سبيس هتبقى كام؟ 6. كام؟ 12 او 36؟ 36. طب بيقول 12 ليه وبيقول 36 ليه؟ خلاص لا لا الناس بترغي ليه؟ يب الاثنين اللي ورا دول اسكت يا حبيبي. قول 36 ليه؟ مين اللي كان؟ مثلا قولوا لو عندي التو ايفنتس معتمدين على بعض، او الاولاني بعدها الثاني، ايفنت على بعض تمام. ايوه هما الاثنين يعني. بس انا هقول لك البروبابيلتي ان يطلع لك رقم واحد واثنين معناها ايه؟ ان من الظهره الاولانيه يطلع لك رقم واحد ومن الظهره الثانيه يطلع لك رقم اثنين، صح؟ 36 ليه؟ عشان دلوقتي انا عايز اشوف عدد الاوت كامز اللي عندي هتبقى كام، فباجي اشوف الايفنت الاولاني الاوت كامز اللي هتبقى عنده رقمها كام يعني عددهم كام، والايفنت الثاني عددهم كام، وبضربهم في بعض. يعني عندي الايفنت الاولاني او سوري الاكسبيرمنت الاولانيه ان انا رميت اول دايس صح؟ فبعدد عدد الاوت كامز عندنا كام؟ 6. والايفنت الثاني او سوري الاكسبيرمنت الثانيه برضه 6، باجي اضربهم في بعض 36. ليه منطقي صح؟ عشان مثلا دلوقتي لما اجي ارمي الظهره الاولانيه هتطلع لي مثلا ايه؟ اجي اخد رقم واحد ثبته، اجي الظهره الثانيه هرميها هتطلع لي مثلا رقم واحد لسته، فكده ايه؟ هيبقى واحد من الظهره الاولانيه والظهره الثانيه واحد، او واحد واثنين واحد وثلاثه لحد ايه؟ واحد وسته. بعدين اجي اثبت الاولانيه خلي مثلا رقم اثنين في الاولانيه، وبعد كده اثنين واحد، اثنين واثنين، وهكذا لحد ايه؟ اثنين وسته. بعد كده لحد ايه؟ هنا سته وواحد، وهنا ايه؟ سته وسته. فلاقي ان عددهم كام؟ 36، كانها زي ماتريكس كده 6 في 6 يعني. ماشي؟ حد مش فاهم ليه 36؟ حد مش فاهم ليه 36؟ تمام. فدلوقتي عملت رول الاثنين دايس وعايز اشوف الايفنت اللي عندي ان المجموع بتاع ايه؟ الصم بتاع الارقام، يعني مثلا رميت الظهر الاولانيه طلع رقم 3، رميت الظهر الثانيه طلع رقم 4، فالصم المجموع بتاعهم كام؟ 7. عايز اشوف بقى كل البوسيبل اللي هو الايفنت اللي هو يطلع لي الصم بتاع الاثنين الرقمين دولت كام، واشوف البروبابيلتي بتاع كل واحد كام. يعني ايه؟ لما ارمي الظهره الاولانيه وارمي الظهره الثانيه ايه الاوت كامز اللي هتبقى ظاهره عندي؟ البوس كل البوس بالاوت كامز للمجموعه الاثنين الظهرتين كام؟ من 2 لحد 12 صح؟ ليه؟ عشان اقل رقم هيطلع لي كام؟ 1 1، فاللي هو رقم 2 صح؟ بعدين 3 4 لحد كام؟ لحد ال 12، عشان اكبر رقم هيطلع لي اللي هو 6 و6 اللي هو 12، 5 6 البروبابيلتي بقى بتاع كل واحد كام بقى؟ يعني مثلا لو جينا اللي هو اول ايفنت ان يطلع لي المجموع كام؟ 2، يبقى البروبابيلتي بتاعته كام؟ 1 كام؟ على 36. 1 على 36 صح؟ ليه؟ اللي هو الصم اللي هو الاثنين دوت هيطلع لي من ايه؟ اللي هو يطلع لي رقم 1 و1 صح؟ مفيش حاجه ثانيه هتطلع لي رقم 2. يبقى عشان هو اوت كام يعني هيبقى يعني رقم اللي هو السب سيت ديت فيها المنت واحد والسامبل سبيس فيها 36 المنت، ف1 على 36. بالنسبه لثلاثه يطلع لك 2 صح؟ مش اللي هو ايه عباره عن 1 و2 او 2 و1. والاربعه 4 صح؟ اللي هو 1 و3 و3 و1، لا سوري هتبقى 3 1 و3 و3 و1 و2 و2 صح؟ يبقى 3 على 36. الخمسه هيبقى 4 صح؟ 1 و4 و4 و1 2 و3 و3 و2. والستة 5 صح؟ 2 و4 و4 و2 1 و5 5 و1 3 و3. بعدين السبعة 6 صح؟ 1 و6 6 و1 2 و5 5 و2 3 و4 4 و3 6 36. بعدين ايه؟ يبقى خدنا بالنا هنلاقي دي هتتاكس هي نفسها تاني، يعني بنلاقي 8 عباره عن 5
على 36 ليه برضه 8 2 و 6 و 6 و 2 5 و 3 و 3 و 5 و 4 و 4 التسعة هيبقى روت 4 على 36 3 على 36 2 على 36 1 على 36 ال 12 ليه ايه بس هي 6 و 6 تمام اعرف بقى الارقام دي صح ولا غلط ازاي بقى المفروض اجمع كل البروبابيلتيز ديت تمام ويطلع لي المجموع واحد لو جمعتوها هتلاقيها بواحد تمام يعني دي رول اساسيه في البروبابيلتي ان انا لو جيت دلوقتي عملت راندوم اكسبيرمنت معينه وشفت كل الاوت كمز اللي عندي وحسبت البروبابيلتي لكل الاوت كمز ديت وجمعت البروبابيلتيز كلها هيطلع لي ايه هيطلع لي واحد ماشي حد فاكر البرميوتيشن والكومبينيشن برميوتيشن والكومبينيشن او لا التبديل والتوفيق والعرض حد عارفه اصلا ولا ايه الدنيا بس لست بعرفها عارفها اسمها بالانجليزي يعني التبديل اللي هي البرميوتيشن ماشي ايه بقى البرميوتيشن والكومبينيشن دول الناس بعرفها اسمها بالانجليزي ها تمام دي حاجه انا بستخدمها عشان لو انا عندي دلوقتي مثلا 8 حاجات 8 كراسي مثلا وعايز ان انا ايه اختار اربعه منهم بس مثلا تمام فبيبقى عندي في كذا طريقه ان انا اختار اربعه دول اختار اربع كراسي يعني تمام فعدد الطرق ده بقدر ان انا احسبها يا اما بالبرميوتيشن يا اما بالكومبينيشن على اساس ايه اشوف الترتيب او الاوردر يعني مهم ولا لا هنشوف يعني مثلا اكزامبل على دي واكزامبل على دي بالنسبه مثلا للبرميوتيشن لو انا عندي مثلا سباق سباحه مثلا تمام وعندي فيه 12 رياضي 12 سباح يعني تمام وهيبقى عارفين في السباحه ان في ثلاثه بس بيكسبوا اللي هو يعني التوب 3 يعني ماشي ففي واحد مثلا هياخد الجولد ميدال وواحد مثلا هياخد السيلفر وواحد هياخد ايه البرونز صح فانا عندي دلوقتي عايز اشوف مثلا ال 12 سباح دول اختار ثلاثه منهم يعني عدد الطرق اللي ممكن اختار الثلاثه منهم دولت ايه كم طريقه ماشي فهنا دلوقتي في الاكزامبل ده الترتيب مهم ولا لا مهم صح عشان في واحد هياخد مثلا جولد ميدل او يعني المركز الاول واحد هياخد المركز الثاني وواحد هياخد ايه المركز الثالث صح فطالما الترتيب مهم بستخدم ايه البرميوتيشن او اللي هو التبديل عشان احسب ايه عدد الطرق الممكنه ان انا ان انا اختار ثلاثه رياضيين من ايه من ال 12 رياضي دول صح فاللي هو الرمز بتاعها بنشوف بيتحسب ازاي بنقول ايه ان بي ايه ان بي كده عباره عن ايه لما باجي افكها عبارة عن n factorial الناس عارفين اللي علامة التعجب دي معناها ايه صح؟ ايه؟ لو فاكتوريال صح مثلا لو قلنا ايه؟ 5 فاكتوريال عبارة عن كام؟ 5 4 3 2 1 صح؟ شوفها بقى كده ماشي والناس يعني الان دي عموما اللي هو الفاكتوريال ده بتحسب على الكالكوليتور وبرده البرميتيشن والكومبينيشن بتحسب على الكالكوليتور يعني هي ده القانون بتاعها ان انا بشوف ال n دوت فاكتوريال كام واقسم على كي فاكتوريال في n ماينس كي فاكتوريال بالنسبه للكومبينيشن ام سي كي عباره عن n فاكتوريال وانا في البرميوتيشن الاوردر بيبقى ايه مهم يعني لو الترتيب مهم في الاكزامبل تمام بستخدم ايه البرميوتيشن لو الترتيب مش مهم مش فارق معايا الترتيب يعني في حاجه فبستخدم ايه الكومبينيشن طب بالعقل كده يعني لو نفس الاكزامبل مثلا قلت لك الترتيب مهم او الترتيب غير مهم فعدد الطرق اللي هو في البرميوتيشن ولا الكومبينيشن هتبقى اكبر في الايه في البرميوتيشن هتبقى اكبر ازاي يعني عندي دلوقتي مثلا زي ما انا بقول لك انت عندك خمس كراسي عايز تختار منهم كرسيين لو ترتيب الكراسي دي مهم فكده هترتبهم بطرق اكتر ولا الترتيب لو ما كانش مهم اكيد لو الترتيب ما كانش مهم صح تمام انت عندك دلوقتي خمس كراسي وعايز تختار منهم كرسيين تحطهم مثلا هنا كده تمام فانا لو قلت لك دلوقتي الترتيب بتاع الكراسي ده انا فارق معايا مثلا تمام هل عدد الطرق ان انت عشان تختار كرسيين من الخمسه دول هيبقى اكتر في اللي هو لو الترتيب مهم ولا مش مهم ايه صح وحتى من القانون لو بصيت كده انت عندك تحت في كي فاكتوريا صح كي فاكتوريا ده برقم اكبر من الواحد طب منطقي ان الرقم ده يبقى اصغر من ده ماشي فلو قلنا مثلا بالنسبه للاكزامبل بتاع اللي هو الرياضيين ده عندي دلوقتي كنا خلاص بنستخدم البرميوتيشن صح؟ قلنا 12 رياضي واختار منهم كام؟ 3 ف
فحسبها زي ما هيبقى 12 فاكتوريال صح على كام 3 فاكتوريال في مين 12 1 3 فاكتوريال لما اجي افكها بقى دي كام 9 فاكتوريال صح فوق هنا 12 10 10 ايه 9 فاكتوريال تحت كام 3 2 1 9 فاكتوريال عشان دي عادي واحسب بقى دول كام 12 في 11 في 10 على ايه على 6 اهي تمام نشوف بقى مثال ايه على الكومباينيشن تمام لو انت عندك مثلا في البيت يعني 8 ميداليات معينه مثلا يعني ميداليه كسبتها في اي حاجه ماشي وقلت لك عايزك ايه تختار 3 منهم بس او خلينا 4 مثلا عشان غير ال 3 عايزك تختار 4 بس عشان تحطهم يعني عندك في الدولاب ولا ايا كان يعني المكان في الدولاب يسع 4 بس يعني ماشي فترتيب الميداليات انت مش فارق معاك في حاجه انت عايز تختار اي 4 وخلاص من ال 8 دول كلهم يعني يعني بالنسبه لك انت ليهم نفس الاهميه يعني. ماشي فايه عايز تختار ايه 4 ميداليات من الثمانية دول فطالما الترتيب مش مهم قلنا ايه نستخدم الكومباينيشن او اللي هي التوفيق يعني صح فقلنا 8 يبقى 8 سي 4 8 فاكتوريال على ايه 4 فاكتوريال برضه احسبها واشوف بقى تطلع بكام طب الرقم اللي بيطلع ده عشان نقول بس معناه ايه تاني دي معناها عدد الطرق الممكنة عشان انا اختار مثلا 4 ميداليات من ايه من الثمانية دول من الرقم اللي هيطلع ده ده معنى ايه يعني المعنى اللي بعد ما احسب اللي هو الرقم ده عباره عن ايه تمام حد عنده سؤال ايه حد عنده سؤال محدش عنده سؤال خلاص انا خلصت يعني تمام